don't know. احنا بنشوف الصوص. نجيبه ده بالما يسخن. إن الماء يسخن. I am sorry. أنا على 5 الصبح جيبون طلع. دابا 5 ديال الصباح، 25 دقيقة، ستكون القضية متظلمة. ما عندناش كيفاش نديرو باش نطلعو عليكم الشمس. ايلي يا سوري نخوي دا للعمل. العصافير ديالي الاخوان راهما ناعسين، غادي نمشي نخلعهم ونشوفوا كيفاش الردة ديال الفعل ديالهم باش غادي يتخلعوا. هاد العصافير يلاه تولدوا هادي 51 يوم. يلاه نمشيو نطلعوا عليهم الاخوان ونخلعوهم. اب هلو، فانا استيقظت مع 5 الصباح وكنت غادي نستسلم بعد شويه، لحقاش داكشي صعيب واحد شويه، ولكن مع ذلك كملت وفقت وقريت ساعتين وفي درت السبور. ودابا انا جيت من السبور وهنا غادي ندوش. خير بروغرام راه مازال كونتيني، ما استسلمتش اخوان. انا غادي الناس دابا، اوكي هانتوما هانتوما لو تايم معيش الناس. انا عمر هاد اللعيبه هادي هي معمره هنايا 49 مع 42. انا غنغسل سناني دابا وغنمشي الناس كي متبع لو بروغرام هانتوما باش تاكدوا. راه انا كنت غادي نستسلم الاخوان البارح، كنت غادي نستسلم ولكن جاب الله ما استسلمتش. 25 شهر 7، اوكي جاب الله ما استسلمتش الاخوان. هادشي اللي كاين، استقبلت واحد الخبر اليوم هو ان هاد الدار هادي اللي ساكن فيها غادي يرحلوا يمشيو موالين الدار لواحد الدار واحدة اخرى، غادي يمشيو يسيفطوني. انا ما ساكن معايا حتى واحد، داكور ساكن بوحدي. غنمشي عاود عاوتاني نسكن في واحد الدار عاوتاني بوحدي واحد شويه ديال الوقت بين ما نخرج بحالاتي. المهم هو هذا هو البروغرام. انا غادي نفيق دابا وغنكمل العمل ديالي وما غاديش نستسلم. والبروغرام ها هو مازال مستمر، تقريبا شهر داز قررت نستسلم. ما كنشوفش التلفازه، ما كنشوفش البي سي، ما تلعبش بالتليفون، داكشي صعيب صعيب. بنادم خصو يجرب باش يعرف شنو التاثير ديال هاد الميديا هادي على النفسيه ديال بنادم. راه تاثير خطير جدا 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 ديال هاد الميديا هادي. اوكي هادشي اللي كاين. انا غادي نفيق الاخوان دروكا دروكا كوكا موكا. انا غنفيق دابا. انا استيقظت يا اخوان مع الاسف 5:30 ماشي 5. التليفون هو اللي جاي صوني مزيان، هو اللي جاي نوضني. هادي وقت بقا تصوني جا الصباح، ما انت ما دير. ما حلم حلمت حلمت بزاف، حلم حلمت بزاف، ما عاقلش. شوفكم يا الله. ما راني تفكرت واحد الحلمه.
باش تفرح على الديبار ما تستحقو إلا تلعبها. فكرت راه سميتو احنا متراسين مع واحد الدرية مع واحد الجارة كاينة قدامنا، عمري ما هدرت معاها. جيني كنت انا وياها مريحين بحال ما فداش ندويو صافي. جيني وليت في شكل وانت كندوي معاها، ولا تجي كتقول لي انت زوين وصافي، وريحت معايا بحال ما عقدها صافي. وديت ندويو وانا نقول لها يلا نمشيو نريحو في القهوة، كاينة واحد الريحة واحد القهوة زوينة غادي تريحي معايا فيها، ونمشيو نديو البيسي للقهوة وتريحي انتيا في القنت، وغادي تقنتي في القنت وانا غادي نريح حداك. وبداو تنتفرجو في البيسي وتندويو، هذه هي الحلمة وصافي. وانا نفيق ويتصوني الساعة، كنت باغي نزيد ندوي معاها ولكن كان خصني نوض مع 5:30 دوماج. صحاب الفلوق الزوز، خوت الفلوق الزوز، ديما الفلوق الزوز. ساليت لو ترافاي ديالي، جي ترافاي تقريبا انا ساليت في 8، راه كيف ما تشوفوا لو بروغرام تي سالي حتى ل10 د الليل، ولكن انايا تركت تعرف باش كندير الغدا، راه ما كنتغداش انا الساعه ديال الغدا كامله، كنتغدا غير في 20 دقيقه. هي دابا سالت اخر ساعتين خدمت، لكنني نبشركم باللي راه هاد الجور هذا اللي انا ترافاييتو راه دوزتو غير حدا الكتوبه وصافي، راه ما قريتش شي حاجه اقسم بالله. إذا يلا شفت بعض المسائل الدراسيه صافي بسيطه، كان عندي مشكل تيخصني نرحل من الدار، وباش نرحل هادشي مشوش ليا الدماغ ديالي، وما يمكنش ليا نحبس البروغرام تنحط كتوبه ونبقى غادي جاي، ماشي غير غادي نرحل ولا غيطرى ليا شي مشكل غادي نسد الكتوبه ديالي وغادي نجبد البيسي ونشعل التلفازه ونبقى نتفرج مع راساتي ونمشي للقهوه. علاش؟ لحقاش عندي مشكل ديال انني غادي نرحل. لا ما خاصكش توقف، حط الكتوبه في الطبله، فيق مع 5 الصباح وبقى تحنزز فيهم، لما قدرتي دير حتى شي حاجه بقى تحنزز في الكتاب وبقى تنشي عليه الدبان مره راك غطفر شي حاجه، بلاصه ما انك تشعل البيسي وتتفرج وتمشي للقهوه وما دير تلعبها. اوكي القليله تبقى واعي، لحقاش الميديا التلفازه البيسي التليفون راه تيغلفوا لك الدماغ ديالك، تيغلفوا لك الوعي ديالك باش كتلف، ما كتفيقش تلقى عندك واحد 30 عام ولا واحد 40 عام، شغل غتلقى راسك تبخرتي. معاكم الفلوق الزوز، ديما الفلوق الزوز، جافو كونتوني. هلو ماي فريند، غادي نعس دابا، غنعس مع 8. الناس اللي متبعين هذا البروغرام هذا غيشوفوا بلي انني كنت كنعس مع 12 الليل، كنت كنعس مع الوحدة الليل كاع، دابا وليت كنعس مع 8 مع الضو ديال النهار، تيخصني الناس باش نفيق مع 5 ديال الصباح باش جو فو ترافاي، باش نخدم باش نجبد الكتب ونقرا. لحقاش القراية والعلم هما اللي كيوصلوا الانسان لاي نجاح. دابا انا الاخوان كيف ما قلت لكم غادي نعس دابا، اوكي انا عمرت المكانة، اوكي انا معيش عمرتها باش تفيق، باش نفيق. ريفي 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 عمرتها مع 4:55 باش نجيب 5 بالضبط. المهم انا غادي نعس دابا، فقت وحلمت شي حلمه غادي نعاودها لكم. هو في الاول باش كنفيق ما كنسالش داكشي اللي حلمت، حتى كدوز واحد نص ساعه عاد كنتفكر، لكنني غنحاول نتفكر. المهم حلمت شي حلمه غنعاودها لكم، انا غنفيق دروكا. اب 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 معاكم زوز زوز زوز. مرحبا، حلمت بحلمة طبعا بغيت نقولها لكم. حلمت براسي
تنوصل واحد المرأة شارفة، إلا جا عقلها الخوت لي ماروكان. كان واحد الفيلم تيبدا دي شحال هادي، هي واحد السيدة هي كتبدا تلف على ولدها، معقلتش على العنوان ديال هداك الفيلم. المهم هادي واحد البنت تنتلاقى معاها هي وامها، واحد الخلا كتقول لي يا كمي وصلها ليا، كتلف هذا الليل اللي تترجع في حياتي هذيك الدرية كتغبر مع شي هادشي، وانا شي خصني نوصل ليها الوالدة ديالها لشي بلاصة، ديك الوالدة ديالها كتبقى معايا، كنبقى غادي في واحد البلاصة. واحد شوية الحلمات تتخربق وكتعاود من جديد، عاوتاني كنتلاقى مع ديك الدرية هي أمها، تقول لي كوصل لي أمي، نبدا ندور أنا وداك أمها باش نوصلها، عاوتاني داكشي كتلف لي داك أمها عاوتاني، وكتعاود عاوتاني الحلمة من جديد. صافي هادي هي الحلمة وشرملها وحق الله الشات. اليوم نحن سوف نقوم بغسل الملاعين باش نوجدوا واحد الوجبه مليحه، نوجدوا واحد الوجبه ديال الدجاج ان شاء الله. بعد ما غادي نغسلوا المواعين، دابا غنغسلوا المواعين. انا الاخوان انهينا غسل المواعين، دابا خصنا، انا ما غسلتش المواعن كاملين، غسلت غير واحد شويه، لحقاش انا يا دابا الاخوان راه غادي تنقرا، غادي خصني نوجد الغدا ونكون كنقرا. ديما تدير شي حاجه تكون كتقرا، تتاكل كتقرا، لا تفرج في التلفازه باش تقدر توصل لاي حاجه بغيتيها. يلا نمشيو نوجدو الغدا. اوكي، اول حاجه عندنا هو الدجاج. اليوم غادي نطيب لكم الدجاج، وغادي عندي واحد اختراع خطير في الطبخ، اقترحتو اليوم غادي نوري ليكم شي حاجة واعرة، فهمتيني؟ هانتوما غادي تشوفو شي حاجة ما دايرها حتى شي شاف، مكاين شي شاف اللي دايرها بالطريقة هادي اللي غادي ندير، واحد الاختراع واحد الفكرة زويونة غادي نتقاد. هانتوما الإخوة الكرام، تناخدو الدجاج، كنقومو نغسلو الدجاج هذا، هدا واحد الجناح كاين في الفريكو، جناح مليح. غادي نطيبوه وغنوريكم ديك الفكره ديال انني كيفاش غادي نقشر البطاطا، وكيفاش انني غادي نطيب بطاطا قشور، يعني الشكل ديالها غيكون على شكل قشور، ماشي غادي نطيب القشور ديال البطاطا. اتس اوكي، ناخذ بصله الاخوان، ها هي بصيله كنقرضوها بهذا الشكل هذا، صح حنا قربناها. بعد ما قربناها غادي نديروها الدجاج. هو الدجاج الاخوان، تنلوحو الدجاج و تنديرو الملحة، ملح طاهر، القليل من الملح فقط، و تنعملو سيدي التحميرة، تنتونا سيدي و تنعملو سيدي هذا الزعفران تيبونو ليه، و تنعملو أهم واحد الشيء الشاب لي يديرو هو البزار، حاول تكتر البزار، أنا كنتي زوفري، حاول تكتر البزار، البزار هي لي كتخدم داكشي مزيان. و في الأخير تنضيفو الزيت، الزيت هو العنصر الأساسي و الرئيسي في الطبخ. تدير الزيت مليح، صافي كتر الزيت، لحقاش الزيت هو اللي تيصرع الكاميلا، بلا زيت ما كاينش الكاميلا. و تنديرو هادشي الاخوان يتقلى،
سيدي هادشي تيتقلى. ما عنديش البصله بزاف، بقات عندي غير واحد الحبه ديال البصله صافي، واحد الحبه صغيره ديال المطيشه. هاهي دخلنا هنايا باش طلق شويه ديال الماء. راه في هاد الوجبه هادي ديال الدجاج كتقدر دير اي حاجه، اي حاجه كتقدر ديرها فهمتيني. تقدر دير جلبانه، دير خيز، دير بطاطا. لاباز هو ان الدجاج يتقلى مع البصله، هادشي هو لاباز. ومن بعد طيب اللي عندك في الدار ديرو. حنا غنوريكم كيفاش غادي نقادو البطاطا. هما دابا اجيو نمشيو للفكره ديالنا ولا باز ديالنا ديالاش حنا جينا. هانتوما دابا البطاطا، انايا كنت كنقي البطاطا وطاحت عليا فكره علاش ما نطيبش القشور ديال البطاطا. وانا نفكر انني نقشر البطاطا بالشكل ديال القشور ديال البطاطا، اوكي، ونشوف كيفاش غادي تجي في الطياب وكيفاش غادي تجي في الطنجره. هانتوما الفكرة ديال بحال لا شي بطاطا نقية وبحال لا تعاود تنقيها عاوتاني، وكتجي زوينة، تجي بحال كاين سباكيتي، فهمتيني، كاين سباكيتي في المرقة، تجي واعرة. تنقي كتجي بواحد الشكل زوين، وكتجي طيب بزربة، ماشي بحال لي قطعتيها على ربعة ولا على جوج، اوكي، متطيبش بزربة، هادي تطيب بزربة. قشور ديال البطاطا غادي نديروهم ان شاء الله. ياس، ما شفتهاش زعما في شي فيديو ولا شي طاحت عليا شي طيحو الافكار. شي بدا خدام طيح عليك شي فكره شي خصك تجربها. حاول انكم تجربوا، راه واعره واعره. طيب ليا بطاطا بزاف. ها تشوف دابا هاد القشره هادي غادي نديروها في الطنجره. هانتوما هنايا طبعا، هنا بعد هادشي خصو يتقلى ضروري، انه التقليه تقلى مزيان باش البصله كتجي مزيان وتلوحو القشور ديال البطاطا في الطنجره وتيجيو واعرين الاخوان. هاد اختراع وفكره، فكره جميله. هانتوما القشور ديال البطاطا تطيب بزربه كما قلت لكم. غادي نضيفو البطاطاش لي بقاو لينا، نضيفوهم هنايا، اوكي، هادشي تيجي رائع. قشور ديال البطاطا على شكل البطاطا تيطيبو بزربة كما قلنا، و تنضيفو الما كنمرقو كما قلنا، والصلاة والسلام. تنزيدو في الموضة باش الكميرة تطيب بزربة أو شهية طيبة. والآن غادي نقصيو الإخوان هاد الوجبة هادي، هاد الجناح هذا اللي طيبناه بهاد البطاطا، القشور ديال البطاطا كيف ما قلنا، فهي جات شهية. نبغيكم ديروا ليا لايك، ديروا ليا 20 لايك، أوكي الإخوان بوجولة، 20 لايك نبغيها تكون كاينة على الإختراع ديالي. يلا بالصحة والراحة. شوفكم. يعني الخمسة ديال الصباح 19:28/7، فأنا فاقت مع الخمسة، مع الخمسة ديال الصباح. غسلت دابا وجهي، دابا رانا غادي نقرا الراي. حلمت واحد الحلمة واحدة أخرى، حلمة واحد شوية في شكل هي. تعرفوا واحد الصحفية في سكاي نيوز عربية معروفة، الإذاعة هادي كنت كنتفرج فيها شحال هادي، دابا راه شي شهر ما تفرجتش في هاديك الإذاعة. فيها واحد الصحفية سميتها إيمان الحرش. يس، على ما نتذكر حلمت راسي ودي تنتفرج في هاديك الإذاعة، وأنا تنشوف هاديك الصحفية ومجموعة مع واحد الصحفي أخرين ومعريانين عباد الله، تيني لبسة واحد اللباس فهمتيني متعري، متعري كامل. مع الأسف، مع الأسف، يعني هادو أحلام تيحلم بيهم نابورك ديال بيسون،
هادشي اللي كاين. ايمان دحرش كتبوها في جوجل ولا ما شنو طلع عليكم. صحفية مفشكلة.